السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي، أرحب بكم في هذا الفيديو الذي سنشرح فيه عن موضوع العملات الرقمية وتهاوي أسعارها وتوقع انهيار كبير لها أو ربما يعني إلغاء بعضها ومنعها بشكل كامل. طبعا خلال الفترة الماضية كما لاحظتم كان هناك ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار بعض العملات الرقمية مثل الإثيريوم والبيتكوين، حيث أن هذه الأسعار وصلت إلى مستويات تاريخية يعني غير مسبوقة ثم عاورت الانخفاض. لكن حاليا هناك عدة فرضيات تدعم هذا الانهيار الغير مسبوق والمتواصل والذي سيؤدي إلى عودة هذه العملات الرقمية إلى أسعار زهيدة جدا أو ربما إلى إلغائها. أهم هذه الأسباب، ما هي هذه الأسباب؟ السبب الأول والهام جدا وهو أن قوة الدولار الأمريكي الآن طغت على كل ما هو يعني على الأسهم وعلى الذهب وعلى كل شيء، يعني طغت الآن المستثمرون يبيعون ما لديهم من عملات رقمية وذهب يشترون الدولار الأمريكي. لماذا؟ لأن أمريكا رفعت أسعار الفائدة، يعني الربا الممنوح للمودع بالبنوك ببساطة. يعني الآن الربا الممنوح للمودع بالبنوك 1% ثابتة خلال عدة أشهر، وخلال هذا العام 2022 يتوقع أن تصل حوالي 2% وربما أكثر. هذا يعني أن المستثمرين الآن يشترون الدولار الأمريكي ويخزنونه في البنوك لكي يأخذوا أرباح ثابتة بدلا من انتظار أرباح الذهب أو العملات الرقمية. الآن العملات الرقمية تتجه إلى الهبوط بفعل قوة الدولار الأمريكي وبفعل البيوع القوية على البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى لكي يأخذ المستثمرين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات أو دول، هؤلاء المستثمرين أو شركات يبيعوا ما لديهم من عملات رقمية ليشتروا الدولار الأمريكي. هذا رقم واحد. الرقم اثنين وهو هام جدا، أدى أيضا إلى هذا الانهيار والهبوط الذي يتوقع أن يكون هبوط وانهيار كارثي للعملات الرقمية خلال الفترة القادمة، هو محاصرة روسيا في حربها مع أوكرانيا، حيث أن الغرب هو الذي أنشأ وأطلق هذه العملات الرقمية المشفرة الوهمية، يحاصر روسيا من خلال الآن محاولة خفض قيمة هذه العملات الرقمية لكي لا تستفيد منها روسيا في التعاملات الدولية للتصدير والاستيراد والتجارة والبيع والشراء. هذا أيضا من أهم الأسباب. طبعا إحنا بالنسبة للعملات الرقمية لا ننصح أبدا بشرائها، حتى أنا هذه المنصات مثل باينانس وغوبي، هذه المنصات فقط موقع إنترنت يعني غير موجودة على أرض الواقع، ليس لها مكان أو موقع على أرض الواقع. هذه العملات الرقمية بشكلها الحالي الفوضوي ويتوقع لها الإلغاء أو الانهيار في أي لحظة. يعني قبل فترة كان في شخص في كندا أطلق عملة رقمية قبل عدة سنوات قوية واشتراها الناس بعشرات الملايين، توفاه الله رحمه الله في حادث السير هذا الشخص، فخربت المنصة، يعني بطل الناس تقدر تفوت على منصة، راحت أموال الناس. هذه عملات رقمية لا يوجد لها أي سند قانوني ولا أي سند مصرفي ولا أي دعم ولا أي شركات تأمين حتى تؤمن عليها. لاحظ الآن بوضع الفوضى الحالي لا مجال لها إطلاقا، لكن هناك بعض الدول تفكر في إطلاق عملات رقمية، بعضها بدأ مثل الهند والصين، وهناك عملة عابر رقمية الإماراتية سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة. العملات الرقمية كفكرة يعني كأداء لاستبدالها بالنقد والبطاقات أفضل، لكن ليس بهذا الشكل الفوضوي. أي شخص في أي مكان بالعالم يعلن عن إطلاق عملة رقمية. الآن لا ننصح أحدا بالتداول في هذه المنصات حتى، لأنها هذه منصات وهمية حتى يعني غير موجودة غير مرخصة فيها، وتم منعها في بعض الدول. باينانس تم طردها من عدة دول ومنعها في بريطانيا مثل ودول أخرى. لكن هناك طريقة أخرى لكي تستفيد من ارتفاع أو انخفاض أسعار العملات الرقمية من خلال تداولها بنظام الهامش عبر الإنترنت من خلال وسيط موثوق ومرخص. في هذه الحالة تحصل على رافعة مالية مجانية تضاعف لك القوة الشرائية مرات عديدة لكي تتداول في هذه العملات الرقمية بأضعاف رأس مالك الأساسي. كذلك تستطيع أن تربح إذا ارتفع سعر هذه العملات الرقمية من خلال صفقات الشراء، وتستطيع أن تربح إذا انخفض السعر أيضا من خلال صفقات البيع، وتستطيع أن تسحب أموالك على شكل كاش في أي لحظة، وتفتح وتغلق وتعدل الصفقات بشكل يدوي أو تلقائي أيضا في أي لحظة. لكن انتبه، يجب أن تتداول هذا النظام فقط بنفسك، لأنه كثير من الشركات تحكي لك أنا بتداول لك واربح لك وادير لك المحفظة بربح مضمون، هي شركات وهمية ونصابة، احذر منها. تداول فقط بنفسك، تعلم الأساسيات من خلال الإنترنت أو من خلال الشركة الوسيطة نفسها، وتعلم التحليل والتوصيات من الإنترنت أو من الشركة الوسيطة نفسها، ثم تداول بنفسك. من أفضل الشركات يعني خلينا نحكي الموثوقة والمضمونة في دول الخليج العربي
والموثوق على مستوى العالم، الشركات مرخصه رسميا من سلطه دبي الماليه او من بنك الامارات المركزي. من تلك الشركات شركه اكس تي بي العالميه في دبي، مرخصه رسميا من سلطه دبي الماليه، تقدم افضل يعني تقدم افضل الخدمات على مستوى التداول، وتقدم تدريب وتعليم مجاني، وتقدم حسابات اسلاميه وتجريبيه وتوصيات مجانيه بالتعاون مع البنوك العالميه الكبرى، وافضل خدمات التداول. رابط التسجيل لفتح الحساب في شركة اكس تي بي بدون وساطات او عمولات موجود اسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف او في اول تعليق. اضغط على الرابط، سجل حسابك، بعد ذلك تتواصل معك الشركة لاكمال عملية التسجيل. نتمنى لكم التوفيق احبتي جميعا. طبعا هذا والله تعالى اعلم دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.